الله الإسلام. من اعتز به فقد عز، ومن اعتز بغيره فقد ضل وذل. من استضاء بنوره فقد هدي إلى سواء السبيل، ومن طلب النور في غيره فقد أخطأ سواء السبيل. دين ضمن الله لمن اتبعه القيادة والسيادة والسيطرة، دين على سائر الأديان. فيا مشايخي حفظكم الله، فإن مما حمسنا لجهد الدعوة المباركة هو ما ذكر في التاريخ بأن سلسلة الهداية لبني آدم لن تنقطع. إذا انقطعت الهداية تقوم الساعة. فنحن لابد في هذا العمل المبارك نحسن الظن بالله بأن الهداية لن تقطع مدى بقاء هذه الدنيا. قال بعض صالحين من قبلنا، منهم الشيخ أحمد الفاروقي رحمه الله من مشايخ في الهند، من سند سئلياس رحمه الله، من سند بعيد، هو قال: لما رأينا التاريخ رأينا بأن طلوع سلسلة الهداية الكبرى كثير ما وقعت بعد وفاة نبي بمدة 1000 سنة. مثلا لما توفي آدم عليه السلام جدنا الجميع، بعد وفاته ب1000 سنة الله أرسل شيخ المرسلين سلسلة الهداية الكبرى نوح عليه السلام، رسول من الرسل، بل أولو العزم من الرسل، بعد مضي 1000 سنة من وفاة آدم عليه السلام. بعد وفاة نوح الله أكرمنا بأننا كلنا من ذريته، حتى يقال بأن نوح هو الآدم الثاني، وجعلنا ذريته هم الباقين. بعد وفاة نوح عليه الصلاة والسلام ب1000 سنة الله أرسل إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء. ما من نبي بعده إلا ومن ذريته أو